جدعان. قولوا لي بالظبط انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ جينا بالبوكس. ما بسألكوش على المواصله، بسألكوا على السبب. بالراحه لعيالي حد، بالراحه لو عيال كفايه اللي هم فيه. اللي هم فيه؟ قولي حرام عليهم اللي عملوه. انا طول حياتي في الداخليه اول مره اشوف ناس متبهدله بالشكل ده ويصعبوا عليا قوي كده. حسين انت بتتكلم على مين؟ بتكلم عن مين؟ عن ولادك والبلطجيه اللي ضربوهم. ضربوهم يا عيني يا قلب امكم. انا عارفه، انا عارفه ولادي هبل وغلابه، اكيد اخدوا على قفاهم لما اتهروا. عيب عليكي ياما، مين ده اللي يتجرأ ويضربنا؟ ياما ده ما يكونش اتخلق قال ام والدته. ايه ده يالا؟ لا بس انت قلبك ضعيف. اتفضل. جبتها منين دي يالا؟ قلبتها كده من عيل سيس كده. وبالصلاة على الصلاة لا كدب ولا عنبرة. عنبرة؟ عنبرة مين يا بنتي؟ اسمها لا كدب ولا فشخرة. انت بتصلح لها في ايه؟ في المعجم. حسين. نعم. عيالي فين يا حسين؟ ما الشبح والشبح واقفين قدامك اهم. لا لا القاذورات دي مش عيالي، لا انتوا بدلتوهم. انا عايزه عيالي. بقولك يا علي، انت لو ما خدتش الولاد دول من هنا ومشيتوا انا هرميهم بنفسي في الاحداث. لا ارجوك يا حسين، ارجوك تاخدهم توديهم من احداث حالي. يا لهوي شفت ابوكي معنا في اول محطه. لا والله صحيح، سدي وقت الدين. لا والله على راي الشاعر، مفيش صاحب يتصاحي، مفيش راجل بقى راجل. الحقني يا علي، الظاهر بطلو في الخامس. وانا مين يلحقني؟ انا اللي ممكن الحقك واقول لكم خدوا عيالكم وربوهم كويس واعرفوا بيقعدوا مع مين ومين اللي وصلهم للمرحله الزباله دي. هو علاش الكلب مفيش غيره؟ لا 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 لا، عندك يا ابو سولي وحسس على كلامك. حسس على كلامك؟ محدش يغلط في علاش، علاش ده صاحبنا، لولا ان هو فرجنا على الافلام دي كنا هنبقى لسه عيال نايتي. يا مامي انا خايفه اروح مع العيال دي لحسن يغزونا. بقولك يا علي، خد عيال دول وامشوا من هنا، ولو موضوع علاش ده هو السبب هاتهولي هنا وانا اعلمه الادب. لا علاش ده ابو زمل واللي هيجي جنبيها شق. يا مامي لا بلاش سيره الشقه دي. يا متشكرين قوي يا حسين، انا مش عارف اقول لك ايه. هي دي فايده ان الشرطه لما يبقوا اصحاب الشعب. السلام عليكم. انت مش جايه يا انجي؟ لا انا هقعد هنا في حمايه الشرطه اربي ابني. يلا قدامي قدامي. حسين نفسي في حمام. وانا كمان. بقى سيبك مع العيال. على افلام بلطجه يا كلب. وكان فيها رقصات، كان فيها رقصات والله العظيم. واكسو جديد يا نهارك ازرق، يا نهارك ازرق. يعني ايش كمان كان فيها رقصات؟ لا يرقصوا عليك يوم ما ماتك يا رب. براحه يا اولاد براحه، مش كده اهدوا. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ سياده انا مش ناقصاكي السعاده. عيب يا انجي، دي زي امك. ايوه يا انجي، ما يصحش يا حبيبتي تكلمي الهانم بالشكل ده. لا بقول لك ايه، خليك في حالك، انت كمان مش ناقصاك. علي ما يصحش يا علي، ده برضه زي باباك. تعالى هنا يا علي. انت راح اقطعك. ابوس ايديك ولا في حماكم؟ ابوس ايديك والنبي. بنت سياده ماما. خش اوضتك. حاضر. ولد؟ لا انا اسفه، قصدي بابا. اتفضل على اوضتك. حاضر يا انجي. طب معلش انا اخش معاهم الاوضه بس. لا سلام. ايه ده؟ تعالى حبيبي، تعالى حبيبي. راح فين؟ ايه الجمال اللي انت فيه ده؟ يا ابني انا داخل الاوضه مع مامتك زي ما انجي قالت لي. خش اوضه العيال. اللي اتهدب. لا يعني ما ينفعش كده، ما ينفعش. الحال ده ما يتسكتش عليه كده، النار جنب البنزين. لما تيجي عند ابويا ولا ابويا يجي جنب امك. البيت ده كله محتاج يتشكل من اول وجديد، مش الحيوان ده بس. لا يا حبيبي معلش، احنا ابننا طول عمره قطه مغمضه، انما امك هي اللي بتديله بيق حلو. لا 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 مؤاخذه بقى، انا امي تربيه بيتي، حتى داخله مع ابوكي الاوضه اهو، مش واخده بالك؟ طب ثانيه واحده. انا هعرف بس لحد ما تحلوا مشاكلكم العائليه دي. لا يا حبيبي لا، احنا هنشبك دلوقتي، هنظبطك. ايه يا عم الفتاتر اللي انت عايش معاه ده؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في ايه؟ يلا يا جدع. ايه ايه يا عمنا؟ ايه يا اسطى؟ صلي على النبي يا باشا. انت بتعمل ايه يا ست الكل؟ انت بتمحري رجلي ولا ايه؟ ايه يا عم الفتاتر اللي انت بتجوزه ده؟ لا انا تعبت 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 يا علي.
ايه ده؟ تعبت يا لتفة. كمل كمل يا علي. تعبت يا ما تعبت، هخلي عندك رحمة. خلي انا بغير من رجلي، بغير من رجلي. والنبي والنبي يا عم بقى. خلاص يا لولو كفاية كفاية. قوم يالا. قوم اتنطط عليها. اتنطط ليه بس؟ اتنطط عليها عشان ما تورمش. قوم اتنطط عشان ما تورمش. ايه ده يا باشا؟ يلا. ده انا بقيت ولا كأني بسخن للصوت التاني. عشان ما تورمش. من هنا تطلع تجري لحد بلدكم. معانا لو مزيد بقى كده يا ست الناس من هنا لحد البلد هتورم وتلقلب وتفقفق وانا هوقوى. امشي يالا امشي. حسبي الله ونعم الوكيل على كل جبار. برا انا بالارينا يا علي. 60 دقيقة. علي. ايه يا حبيبتي؟ في مشكلة دلوقتي يا لولو. خير؟ يعني هي مشكلة كبيرة شوية. خير؟ مش مشي غار في ده؟ غار، بس مين هينظف الشقة دي كلها وانا كده؟ يعني ايه؟ يعني مين يا لولو؟ ها؟ طبعا انت يا حبيبي صح؟ ربنا يخليك ليا. يا ليش؟ يا ليش؟ احنا عارفين يا ليش؟ بعرفش اطلع. لما الولاده القيصريه بالسعر ده يبقى الولاده الطبيعي احسن. ما انت سمعت يا علي الدكتوره قالت ما ينفعش اولاد طبيعي. ما ينفعش ليه؟ ما انت امك ولدتك طبيعي وانا امي ولدتني طبيعي وعن طريق داية. الله، يبقى ايه المشكله؟ يعني ايه يا علي ايه المشكلة؟ ده زمن غير الزمن يا حبيبي، وبعدين الدكتورة قالت الولادة الطبيعي فيها خطر على صحتي. والولادة القيصري فيها خطر على محفظتي. وبعدين الدكتورة دي عايزة تعمل مصلحة على فكرة، وأنا قلتلك من الأول ما تنفعش. وبعدين يا علي، ما أنت اللي مرضتش من الأول إن أنا تابع مع دكتور سمير، كان زمانك وفرت قد كده. أنت عايزة اللي يتابع حمل مراتي وولادتها يبقى راجل؟ ده لا يمكن يحصل أبداً. ده مجرد التفكير في الموضوع ده بيخلي دمي يفور. في ايه يا علي؟ بعدين ده دكتور سمير قد ابويا، لا حياه في الطب يا علي بقى. بصي قصر الكلام يا انجي، عايزه تولدي قيصري وتعملي زي الموضه اللي بتحصل اليومين دول، يبقى تعمليها على حسابك.